يا أيها الإخوة، الأمور خطيرة الآن، خطيرة جدا في الإنترنت الآن. لرأوا الناس رم سمعين أولادهم باش يكتسبوا هذا الإنترنت بدون رقابة بدون تربية، والإنترنت في غرف النوم، والإنترنت في كل غرفة في كل مكان في كل شارع، وفي الهاتف النقال وفي الهاتف الذكي وفي الهاتف الغبي، كلهم الآن الناس عندهم الإنترنت ورم داخل في كل مكان في المواقع تاع الإنترنت. قبل سنوات كان عندنا ما يسمى الملحدون. الملحدون هاد يسموا بالإنجليزية ولا بالفرنسية ليزاتي، آتي، آتيست بالإنجليزية، آتي. إحنا المؤمنين يسمونا ثيست، ثيست ثيوس معنى الإله باللغة اليونانية. إحنا اللي نقول إله يسمونا ثيست ثيوس. إذا ما كنتش تؤمن يزيدوا لك الآت واللي آتيست معنى لا مؤمن، غير مؤمن، غير مؤمن. الآن خرجت طائفة جديدة هي العالم منتشر بشكل كبير جدا، ماشي ليزاتيست، يسموهم ليزونتي ثيست. معنى يقول لك انا ماشي ملحد وقاعد في غرفه النوم تاعي في داري وملحد وما انا مش مربي وخلاص، لا، قال لك انا ملحد وفي نفس الوقت نحارب الفكر تاع الناس المؤمنين. هذا يسمون لي زونتيليست، يعني زونتي اللي ضدنا حنايا. ها جبت لكم مثال، وصلني كتاب قبل اسبوع من بريطانيا ايها الاخوه، هذا امريكي كتب كتاب نفسه يعني يتكلم، شوف العنوان تاعو God needs to go، God needs to go. واش يقول؟ على الله ان يرحم، ارحم يا الله، ماذا نحتاجه؟ ارحم، كيما راه داير واحد المظاهرات، ارحم يا فلان، الملك ولا الامير ولا ربي يقول له ارحم، ما نحتاجوش. وهذا وشي حتى دار النشر اللي نشرت هذا الكتاب، شوفوا اسمها اثيست ريبابليك، معنى جمهوريه الملحدين، حبوا يديروا جمهوريه وحبوا يديروا. وهذا هو نفسه يقول في اخر الكتاب، يقول يجب ان ندعو العالم كامل باش ينتفع بهذا الفكر النير. الناس راهم في ضلال، ضلال تاع الاديان، الاديان هو واش يقول هو وغيره. الاديان واش داروا لنا؟ داروا لنا حتى سبتمبر ودمروا لنا المباني، داروا لنا داعش، داروا لنا والنصارى، داروا لنا الحروب الصليبيه، وداروا لنا محاكم التفتيش، وداروا لنا هذه النص، الاديان هي اللي خربت العالم. والدين هذا هو اللي اخر المراه، الدين هو اللي دار الاسكلافاج، الدين اللي العبوديه، الدين اللي دار الدين. لما نحيوا الدين نرتاح، سنرتاح. ونجيب لكم بعض الافكار، تقول يا اخي ديال الله ماهوش موجود، يقول لك لا تيوري تاع ايفوليسيونيزم اللي هي التطوريه، ان الله سبحانه غير موجود، وان صار انفجار عظيم اسمه البيج بان. هذا الانفجار العظيم لما وقع تكونت الارض وتكونت الشمس والمجرات، ومن بعد جاء بعض الخلايا، هذيك الخلايا تطور خرجت خليه صغيره، وهذيك الخليه صغيره كبرت، ومن بعد ولات كب صغير وضفدع صغير حتى ولا انسان. نفس الشيء كل الحيوانات هذه عباره عن مسار من مسارات التطور.